اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعي تلفزيون اليوم السابع في تغطية جديدة هنتكلم معاكم فيها عن ظاهرة انتشرت في الفترة الاخيرة وهي ظاهرة المستريحين. هنتكلم معاكم النهاردة عن رأي الشرع في هذه الظاهرة. اكد مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية ان حرص الناس على اعطاء اموالهم لمن يدعي قيامه باستثمارها والتجارة فيها وهو ما يعرف اليوم باسم المستريحين والانسياق وراءهم بزعم الحصول على ارباح كبيرة وينتهي الامر الى خسارتهم جميع اموالهم. وهنا يتبين ان الدافع لدى هؤلاء هو طمعهم في الدنيا ومحاولة الوصول الى الغنى الفاحش وعدم الرضا بما قسمه الله والنظر لما عند الغير. وأوضح المركز بناء على سؤال اليوم السابع عن موقف الإسلام من الطمع وما كيفية علاجه، وهل إيداع الأموال لدى المستريحين يعد قبيلا من الطمع؟ أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الطمع صفة ذميمة بغيضة ترفضها الفطرة الإنسانية السوية وتتعارض مع القيم والأخلاق النبيلة، وتؤدي هذه الصفة بصاحبها إلى الإصابة بالأمراض القلبية المتعددة مثل الحسد وتمني ما عند الناس والأنانية وحب الذات. وأشار الأزهر إلى أن الله حذرنا في القرآن الكريم من الطمع فيما في يد الغير والحسد، وأن هذا يؤدي إلى شقاء النفس وفساد الخلق الديني. وأشار الأزهر إلى حرص الإنسان على تربية النفس والنشأ على عدم الطمع عامة وإلزامها بالرضا بما قسمه الله مع اتخاذ الأسباب لزيادة الرزق واسعة الخير. وقد ورد في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة تحذرنا من الطمع ومن الوقوع فيه، وأن الطمع يؤدي بصاحبه إلى عاقبة نعوذ بالله منها. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال الأزهر: إن من الأشياء التي يتعين على الشخص القيام بها للتخلص من الطمع هي كثرة الاستغفار لما له من عظيم الأثر في سعة رزق العباد. أعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا النهاردة، واللي كانت بتتكلم عن رأي الشرع في ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة وهي ظاهرة المستريحين. تقبلوا تحياتي، أنا إسراء إسماعيل، إلى اللقاء في تغطيات جديدة.